أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية خلال موسم حج العام 1445 للهجرة العديد من الخدمات النوعية عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتوفرة بمركز القيادة والتحكم التابع للمديرية في المشاعر المقدسة. ويعمل المركز على مدار الساعة في متابعة سير وتنقل حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة. يتابع مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني في المشاعر المقدسة على تنفيذ الخطط الميدانية من قبل الفرق، الجهود الميدانية والوقائية والتي تتم على مدار 24 ساعة طوال أيام الحج تتابع بشكل مستمر. لدينا منصات ذكية وتقنيات حديثة هذا العام تعنى بتحقيق زمن استجابة مثالي وتحليل المخاطر من خلال المنصة الذكية لمراقبة المشاعر والتي تعمل على التنبؤ بالحوادث والحرائق قبل وقوعها من خلال استشعار والذكاء الاصطناعي، أيضا منصة التوائم الرقمية والتي تساهم في توفير كمية كبيرة من البيانات والتعامل مع إدارة الموقف من خلال توزيع القوى البشرية والآلية عند إطار لا قدر الله. جهود كبيرة تحرص عليها المديرية العامة للدفاع المدني وتعتمد على تقنيات حديثة لتنفيذ أعمالها ومهامها لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.